ستعيش البلاد طيلة 4 أيام على إيقاع عرس كوميدي وفني بعروض يؤديها عشرات الفنانين والطاقات الشبابية الواعدة في فن الكوميديا، كما سيشارك في النسخة الثانية لهذا المهرجان نجوم الكوميديا المألوفين ووجوه أخرى من ساحل العاج. وعلى ضوء ذلك جاء هذا المؤتمر الصحفي الذي أقدته اللجنة المنظمة لفعاليات إطلاق مهرجان الضحك والفكاهة. من جهته رئيس اللجنة المنظمة لهذا المهرجان شارل باجيم قال إن الهدف من تنظيم العرس الكوميدي توحيد الشباب التشادي من أجل ترك مناوراتهم عبر منصات التواصل الاجتماعي التي تدعو إلى الفرقة والشتات بين أطياف المجتمع. أما الممثل الكوميدي بدولة ساحل العاج آدم دايكو فقد أكد أن السلام عنصر مهم يجب المحافظة عليه، مؤكدا في الوقت نفسه بأنهم جاءوا إلى البلاد من أجل مصاحبتها في عرسها الكوميدي الذي يدعو إلى الوحدة والتلاهم والمودة بين مختلف مكونات المجتمع. وللتذكير فإن فعاليات المهرجان المرتقب ستشمل العاصمة أنجمينا وبعض الولايات، وتخللها عروض فنية وكوميدية عديدة، كل ذلك من أجل ترسيخ مبادئ التعايش السلمي بين أبناء الوطن الواحد.